للامير عبد الرحمن بن حسين. كره داخل منطقه الجزاء تتخلص. تصل هلاليه والهمسن والهمسن عرضيه عاليه للقائم البعيد. هدف ثاني عظم الدوري المدافع الايمن في الدقيقه 15 يحرز هدف هلالي ثاني، هدف تاكيدي للهلال في الدقيقه 15 بعد عرضيات. وايضا هو والهمسن، هو والهمسن في الكرة الأولى بالعرضية في الشوط الأول في الدقيقة 24 وراسية أحمد علي، وهنا بالعرضية الثانية في الدقيقة 15 من زمن شوط المباراة الثاني. وعبد الله الزوري الظهير الأيسر يسجل نفسه حتى في هذه البطولة ويسجل هدف ثاني للهلال، هدف يزيد به ويدبل به الغلة بهدفين للهلال مقابل لا شيء للوحدة، ويحبط الامال الوحدويه كثيرا. الكره مرت من ياسر القحطاني لكنها مرت للجاهز اكثر، وكريستيان والهمسن يعني صانع اهداف الهلال اليوم.